لذلك أكو في التاريخ أنه الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان إذا جاءه فقير، إحنا عندما فقير يجينا عادة كثير منا مثل واحد دا يتلف ماله يلقي ماله في البحر هالشكل، فتشي واحد يعطي، أو إذا جاءونا لمشروع خيري واحد بصعوبة يعطي هذا المال كأنه هذا المال راح، لا، هذا المال هو الذي بقي، المال الذي بذلناه للأكل والشرب والسفر هو الذي ذهب وهو الذي تلف راح. أنا صرفت نفسي وجهدي وأعصابي وعقلي وفكري لتحصيل هذا المال، هذا المال تحول إلى شنو؟ إلى طعام وانتهى، هذا هو الذي ذهب. المال الذي جعل الإنسان به مسجدا هذا هو الذي بقي، هذا هو الباقي. المال الذي جعل الإنسان به حسينية هذا المال هو الباقي. الإنسان هو باقي، لا يصرف الفاني لأجل الفاني، وإنما يجب أن يفكر أن يصرف الفاني لأجل الباقي. الإمام السجاد صلوات الله عليه عندما كان يأتيه فقير كان يقول له مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة، أنا عندي مال أريد أحافظ على هذا المال، كيف أحافظ على هذا المال؟ ما هي الطريقة لذلك؟ هذا الفقير يمثل الضمان، هذا دا يأخذ هذا المال يحفظه، في يوم اللي أنا أحوج ما أكون إلى هذا المال يأتي ويعطيني هذا المال أضعافا مضاعفة. واحد يبني مسجد بمائة ألف دينار، بخمسين ألف دينار، بستة آلاف دينار، اللي هذا العمل من موظف عادي يمكن أن يقوم بهذا العمل، ويبقى له هذا المسجد إلى النهاية، هذا تضييع أو ادخار، هذا ادخار. مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة.